الأسعار إيه أخبارها بقى؟ يعني على حسب يعني الوسط يعني في حدود ال 200 300 في الحدود دي. طيب شيماء، هل انت بتكوني مهتمه يعني تبرزي اكتر للناس فكره انه الشمع بيأثر على النفسيه او الشمع بيغير من طاقه البيت، ولا بتكوني مهتمه اكتر بان انت تعملي شمع شكله مختلف او شكله جديد؟ لا بصراحه انا بحب يعني اعمل حاجه فنيه، انا بحب اللي يحط عنده قطعه يحس ان هو حاطط عنده بيس شكلها حلو، حاجه مختلفه، قطعه ديكور اكتر من ان هي شمع. هو كده كده الشمع يعني سهل ان ايه ان هو حد يجيب الشموع اللي هي اللي هي في كونتينر دي وتتحط وخلاص، بس اللي بيبقى حلو ان حد يعني بيحط حاجه عنده في البيت مختلفه وشكلها جديد يعني. بالظبط. وخصوصا الحاجات دي مش منتشره يعني مش موجوده. صح. فدايما بحاول اعمل الجديد دايما.